في ناس بيستنوا ان الظروف تكون متاحة عشان يبتدوا يعملوا حاجة في حياتهم، لكن عمرك مش هتلاقي ظروف متاحة، كل ظرف متاح. في ناس عندهم فلوس، عندهم بيت زي الفل، عندهم وقت، عندهم ذكاء، عندهم صحة، لكن النتيجة صفر أو شبه صفر. أنا بتذكر واحدة اسمها حبيبة، بنوتة 10 سنين، كانت بتعيش تحت السلم بتاع عمارة لأنه أبوها كان غفير للعمارة دي. أوضتهم، شقتهم، بيتهم بالكامل كان عبارة عن مثلث تحت السلم، باب مرتبة على الأرض فقط لا غير، ده بيتهم. البنت ديت كانت الأولى في الفصل، الأولى في فصلها، متفوقة. طب إزاي؟ ما عندهاش مكتب، ما عندهاش ترابيزة عشان تذاكر. كنت لما بروح أزورها في هنا في الظاهر جنبينا بشوفها مسربعة على الأرض، أخوها الصغير بيبي 3 شهور 4 شهور بتهتم بيه، وفي إيدها التاني كان في كتاب بتذاكر، بتراجع دروس الحصص بتاعتها في ضوء لمبة 60 واط تحت بير السلم، وطلعت متفوقة وأولى في الفصل. ما تقولوليش ظروف مش ظروف، إمكانيات مش إمكانيات، إمكانياتها إيه؟ لكن فعلت لأبعد حدود الإمكانيات البسيطة بتاعتها، ورغم أخوها الصغير، ورغم اللمبة 60 واط، ورغم إنه ما فيش مكتب وما فيش أي ظروف متاحة، قدرت تحقق نجاح باهر. فده درس لينا جميعا، ما تستناش إن ظروف تبقى متاحة علشان تفعل حياتك، عشان تبتدي. ما تقوليش أنا عايز أتعلم إنجليزي لازم أروح معهد وأدفع $300 في الشهر أو 300 جنيه في الشهر. لا، مش شرط. ممكن تاخد حتة جورنال فيها إنجليزي وتبتدي تفك الكلمات والجمل وتنقلها وتسأل. وبالطريقة دي أنا تعلمت اللغات بالطريقة دي، سفريات بالقطر، بالأوتوبيس، على محطة، في أي ظرف من الظروف. دايما عندي في شنطتي حاجة تخليني ما ضيعش الوقت بتاعي وأحاول أستفيد من كل دقيقة. فما لا تستنى الظروف، لأن الظروف مش هتستناك، فعل حياتك من الوقت الحالي، من دلوقتي.